السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام، متابعي قناة من آخر خلاصة. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 24/2/2023، بداية الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. اليوم متابعين الكرام، فولهام تعادلت أم ولفرهامبتون 1-1، أحرز هدف فولهام مانور سولومون في الدقيقة 64، هدف ولفرهامبتون عن طريق بابلو سرابيا في الدقيقة 23. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإنجليزي وترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الدوري أرسنال المركز الأول 54 نقطة، مانشستر سيتي المركز الثاني 52 نقطة، وأرسنال مؤجل لها مباراة كمان. مانشستر يونايتد المركز الثالث 49 نقطة، توتنهام المركز الرابع 42 نقطة، نيوكاسل يونايتد المركز الخامس 41 نقطة، مؤجل لها مباراة وتأجل لها المباراة كمان الجولة دي. فولهام المركز السادس 39 نقطة، برايتون المركز السابع 35 نقطة، مؤجل لها مباراتين. ليفربول المركز الثامن 35 نقطة، مؤجل لها مباراتين. برنتفورد في المركز التاسع 35 نقطة، مؤجل لها مباراة. تشيلسي المركز العاشر 31 نقطة، مؤجل لها مباراة. أستون فيلا المركز 11 28 نقطة، ومؤجل لها مباراة. كريستال بالاس المركز 12 26 نقطة، ومؤجل لها مباراة. نوتنغهام فورست المركز 13 25 نقطة، ومؤجل لها مباراة. ليستر سيتي المركز 14 24 نقطة، ومؤجل لها مباراة. بعد كده ولفرهامبتون المركز 15 24 نقطة، ايفرتون المركز 16 21 نقطة، ومؤجل لها مباراة اللي هي امام ارسنال. بورنموث المركز 17 21 نقطة، مؤجل لها مباراة. ويست هام يونايتد المركز 18 20 نقطة، ومؤجل لها مباراة. ليدز يونايتد المركز 19 19 نقطة، وساوثهامبتون المركز 20 18 نقطة، هما الاثنين مؤجل لهم مباراة. يعني معظم الفرق مؤجل لها مباراة واحدة، وفي فرق مؤجل لها مباراتين. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين ايرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي 27 هدف، وفي مواقع بتقول ان هي 28 هدف. المركز الثاني هاري كين لاعب توتنهام 17 هدف. المركز الثالث ايفان توني لاعب برنتفورد 14 هدف، وراشفورد لاعب مانشستر يونايتد. المركز الرابع الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام 11 هدف. المركز الخامس ميجل الميرون لاعب نيوكاسل 10 اهداف، ورودريجو مورينو لاعب ليدز يونايتد. بالنسبه لصناع الاهداف، المركز الاول كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي صنع 12 هدف. المركز الثاني بوكايو ساكا لاعب ارسنال صنع 8 اهداف. والمركز الثالث برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صنع 7 اهداف، وكريستيان اريكسن لاعب مانشستر يونايتد، ومارتن اوديجارد لاعب ارسنال. المركز الرابع اندرياس بيرو لاعب فولهام صنع 6 اهداف، واليكس اوبي لاعب ايفرتون، وديجان كلوزوفسكي لاعب توتنهام، ومحمد صلاح النجم المصري لاعب ليفربول. اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.